مشاهدي الان تي في وين ما كنتوا عم بتابعونا. طبعا كل ليله جمعه ببرنامج اسالوا نجوم معروفه ومحبوبه رح بتنور حلقتنا بالعاب وتحديات جديده، الحماس اكيد تصاعدي، ما رح اطول عليكم، نتعرف على مشتركي حلقه الليله بحماس. يلا 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 جمب جمب. اهلا وسهلا فيكم، منورينا وتحيه كثير كبيره للنجوم والوجوه المعروفه والمحببه اللي حبت اليوم تزين حلقتنا. زقفه. برنامج اسمه اسالوا مرتي، ولكن بالموسم الثالث كسرنا القاعده، صار فيها تجي الممثله مع الممثل ام مع المغني، ولكن اليوم لاول مره رح بتكون معنا ابن خال ابن اختها وهي، يعني الخاله وابن اختها، في احلى منها؟ وكيف اذا كانت الخاله وجه معروف على الشاشه اكثر من 15 سنه بدوام التمثيل. رفقه زير اهلا وسهلا فيك، منورتينا اليوم، والى جانبك ابن اختك اليز غير. رفقه شو الاخبار؟ منيحه. نحن ما بنشتاق لك، بنضلنا عم نشوفك على التلفزيونات. ميرسي. شو في اعمال جديده عم هيك عم تشتغل عليها؟ يعني هلا عملت لانك حبيبي وعم نحضر هلا سكت الورق. سكت الورق وفي في اعمال كمان. يلا وقالي وقالي حدك موهوب وبغني وصوته حلو وكمان، ليه ما بنضمه معك بالتمثيل؟ يلا يلا قريبا في مشروع. عم نحكي سون. بالموضوع شو رايك قالي؟ سون الله سون؟ يلا مش غلط، في احلى من هيك، خالته عم تدعم الزلمه. قالي ورفقه موفقين بالحلقه، ركزوا كثير منيح، هلا بدنا ننسى كل شيء، ناسين اليوم كل همومنا، جايين ننبسط اصلا جايين نربح. جاي تربح رفقة بقوة، رفقة جاي تربح، حسمتها من الأول، ولكن حننطر للتحدي الرابع لنشوف مين رح يربح، أما الثنائي الثاني، فالبداية رح بتكون رح أعرف بنجم شاب صوت جميل ابن زحلي ابن لبنان، بيرفع راسنا وين ما كان بأخلاقه الحلوة بأغنيته الحلوة، خمس أغاني برصيده ودخله الله ما أحلاه وما أحلى صوته، بزقفة كثير كبيرة بنرحب بميشيل رماح. وإلى جنبه ممثلة جريئة وولعانة، فوق ال 140 ألف مشاهد لهلا بصالات السينما اللبنانية والخير لقدام، يعني من جهاد لريتا ما بعرف شو عم بيصير معها، الممثلة الرائعة والموهوبة ريتا متري، أهلا وسهلا فيكي. شوفي هلا أنا بالعادة ما بحضر كثير شو بدي أقول، لأنه بعرف الأشخاص تربطني فيهم علاقات، يعني ريتا كذا مرة التقينا، ميشيل كذا مرة كان ضيفي بعز العجقة، ويعني شايفة فيك مجروحة، أصلاً منك بحاجة لشايفة حدا، فاليوم ارتاحوا اللي بدكم إياه ورحب فينا هيك بصوتك الحلو. هلا أنا بصراحة جاي بنيتي إنه جايين نتسلى وبيس وهيك، مبلشين من هون عند الست رفقة إنه جايين نربح وهيك، بس منيح أنت خبرت إنه أنا من زحلي، قصة إنه أنا من زحلي لحالها بتحكي لحالك تحكي، والبارتنر تبعي كمان عرفت؟ زحلوية كمان؟ لا مش زحلوية بس انا بنشوف بس كمان بعد تحياتي لاهل الشوف، عاملين ميكس قوي ميكس ابدان. انا من زحلي كمان، يعني اليوم المنافسة شرسة، حيينا هيك بصوت زحلي الحلو من صوتك، هيك حيينا وحي المشاهدين زحلي، بس يلا على زقفتكم. ايه يلا مع كل اللي معكم. يلا يلا وزحلي يا دار السلام، فيك مربى السودة على الضلة ما مننام الموت بوز البارودة، زحلي زحلي زحلتنا شرب العرق عادتنا والبردون ميتنا تعطي لذة وبرودة. بوعدكم بوعدكم اليوم ما رح نحرمكم من صوت ميشيل الحلو، رح بغني كل الحلقه مع كل لعبه مع كل كلمه، رح نسمع منه غنيه من اغنيته الخاصه. اذا ربحت اذا خسرت ما رح غني. لا ما انا حاستفيد على الحالتين، رح ربحانين وجودك معنا يا ميشيل. تسلم تسلم. ريتا 140 الف مشاهد بصالات السينما اللبنانيه، تحيه لكل طاقم عمل ماجي بوغصن حبيبه قلبي كارلوس عزار وكل نخبه الممثلين يلي انضموا لفيلم ولعاني، خبريني كيف الاصداء؟ بتجنن الحمد لله. العالم عم بتحب طايره 140 الف تحب، يعني روعه الحمد لله عن جد، لقينا الريجل تاع كثير حلو. وكان تيم اللي اشتغلنا سوا، يعني كان في جو كثير حلو بيناتنا ومكمل مكمل يا رب. خبريني شو عم بتحضري شيء جديد على الساحه هيك الدراميه؟ هلا في عندي مسلسل لرمضان اسمه ورد جوري من بعد الفيلم، اخراج سمير حبشي وانتاج ايجل فيلمز،
مكفيه مع ايجل فيلز روعه. الحمد لله موفقه اكيد ريتا. ثانك يو. بتمنى لك انت وميشيل يكون في تنسيق بيناتكم وتركزوا كثير منيح لحتى تربحوا وجمعوا اكبر عدد من النقاط. اما الثنائي الثالث كمان لاول مره مش رح نجمع لا ممثل مع ممثله ولا ممثل مع فنان، رح نجمع الخي مع اخته. كيف اذا كانت الاخت وجه معروف وراقصه محترفه والفائزه بسيزون 3 مع انتوني توما بدانسينج وذ ستارز كلوي حوراني، والى جانبها خيا دانتي حوراني. كلوي اند دانتي اهلا. سافا؟ Very good. كل شيء تمام. محضرين محضرين؟ Are you ready؟ هلا هو خيك دانتي، انت خي، خبرني بالبيت بتنسقوا مع بعض ولا بتضلكم هيك مختلفين؟ اوقات بنتفق واوقات كثير بنختلف. ما فينا يعني. بس متفقين وترقصوا اثنيناتكم، اثنيناتكم بتحبوا الرقص، رح نشوفكم اكيد عم ترقصوا خلال الحلقة. ميبي يس اكيد. ليه لا؟ مين أكبر على فكرة؟ أنا. آه. بثلاث سنين. بدك تسمع كلمة مين؟ أختي. منيح. مهم. مهم الرهانات يكونوا منطقية وتجمعوا أكبر عدد من النقاط وموفقين أكيد بنهاية الحلقة. أما yes. الثنائي الرابع معنا وجه بتعرفوه أكيد عبر شاشة الـ MTV، كان مخرج وممثل أيضا واشتهر هلأ مؤخرا برعاية إنسى جورة يلي حققت نسبة مشاهدة كتير 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 عالية. منرحب أكيد بجوزيف أزرق. Thank you. إلى جانبه صبية كتير حلوة. لحظة، عامة بتشوفوها هيك شقرة وحلوة وكل شيء بس ما يغشكم ابدا المظهر، يعني رح لكم هي شو بتعمل بالحياة عامة. أول شيء اسمها نيسا، ثاني شغلة شيز لايف كوتش، ثالث شغلة بايكر بتحب الموتوسايكلز وأي أي نوع؟ كاوازاكي، مش إنه حيلا شيء، وفوق هيدا كله ام ام اي، وبعد شو في؟ قومي اضربينا بيرسونال ترينر اضربينا. هاي نيسا. هاي. عضلات وبترقص كمان فول باكج صح. نيسا خبريني شو هيك شو جاي تعمل اليوم؟ انا اليوم جاي اول شيء اتسلى وانبسط، تعرفت عليك اكثر شخصيا مع اكيب بعقيد، تحيه للكل وجاي نبسط العالم نتسلى يا رب. وجوزيف جاي تقول لنا انسى جوره على الاخر، انسى جوره وانسى ربح للشباب والصبايا. جوزيف عبرك بدي كمان ارجع اوجه كمان رساله لكل المشاهدين وكل المواطنين اللبنانيين بالحمله اللي اطلقتها الام تي في اللي هي انسى جوره. بعرف عدد كثير كبير من اجور قدرتوا كمان تسهلوا حياتنا وتامنوا لنا كمان هيك طرقات سالمه. خبرني شو المفروض يعملوا المشاهدين مجرد ما يشوفوا جوره؟ يعني هي اول شيء الابلكيشن تبع انسى جوره المفروض ينزلوها، وكثير هينه بتصور الجوره وبتبعتها مع الجي بي اس لحتى تحدد اللوكيشن والمكان 100% لحتى يجي وقتها يمرق الكاميون تبع التزفيت بكل منطقه، كل مره بيمرق بمنطقه معينه لحتى يزفتها. بس هي مش بس هيك، اتس مسج يعني المفروض شوي قصه الطرقات، يعني وصلنا لمرحله عيب، يعني مينيموم يكون عندنا طريق حلو نقدر نمشي عليها لا اكثر ولا اقل. هون بدي احيي اكيد محطه الام تي في ورئيس مجلس الاداره يلي قاموا بهالمبادره الحلوه وشكرا لكم. هلا حيينا الجميع ورحبنا بالجميع وبالجمهور، خلينا بقى ننبسط ونفرح ونتسلى. شو رايكم نخلي الصبايا يبدوا التحدي وهن يلعبوا؟ فشباب يبقوا معي على المسرح والصبايا كل وحده ورا شريكه بهيدي الحلقه، ورا اختك ورا خالتك ورا ابن اختك ورا شريكتك ممثلين فنانه مش مهم. 3 2 1 على الغرفه المعزوله شباب. صبايا صبايا رن رن صبايا 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 صبايا. يلا ايه انتوا بتلعبوا يا عذرا بالغرفه المعزوله بس انا والشباب والمشاهدين. فيكم هيك تسمعونا، انا عم بسمعكم. باي باي. شباب الصبايا صاروا بالغرفه المعزوله، فيهم بس يسمعوكم وانتم ما فيكم تسمعون ابدا خالص خالص خالص. جاهزين للتحدي الاول على 1000 نقطه والبدايه رح بتكون من عندك يا الي. خالتك وبتعرفها، بظرف دقيقة كم قطعة حامض فيها تاكل خالتك؟ يلا لازم اعلي لأن انا بموت بالحامض، انا بموت بموت بالحامض. ايه انتبه. بعدنا بالجولة الأولى وأصحاب أعلى رهان بحال كانوا قد الرهان ونفذوه بالوقت المحدد بنقول لهم مبروك عليكم الـ 1000 نقطة. ركز يعني هلا هلا ترانش ترانش حامض ترانش وحدة تراش مش اللي بنحطها بالكبايه مثلا مع كبايه المي او المشروبات الغازيه لا شوي حرزانه بدها كدش بتخيل شي 10 10 هيدي الجوله الاولى بالجوله الثانيه فيك تزيد ما فيكم تنزلوا. ميشيل بلش من عندي قد ايه قال هو 10 هيدي فرصتكم بلشوا شوي تحمضوا لهم قلبهم يعني 10
انا لازم اقول اعلى 11 مثل ما بدك، فيك تقول 9 فيك تقول 2 11 دانتي اختك وبتعرفها. اوف 11 15 اوف 11 فكرت انا انه في قصه مستشفى دغري. جوزيف نيسا يعني هي رياضيه وسبور وقصص. عم بقول لك 20 على لا لا 17 برافو 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 شباب برافو 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 لعندي لعندي يا شباب. هلا رح اسمح لي الجوله الثانيه ترجع لعندك. انه معقول خالتك تخليها بس تاكل 10 قطع حامض؟ خالتك بالزمانات ولا مره اكل لك شي قتله من خالتك؟ لا الحمد لله. شي عيطه؟ لا لا ابدا ولا شي؟ بتحبني كثير. شو هالخالي اللي بحبها؟ يا ريت عندي مثلك انا زقفولا يا جماعه. اختها مدلله. شو؟ ما بعتقد قالوا 20 17 لا في عندك دعم على المستشفى دعم بعيد الشارع عن قلبه ما حدا بيصير له شيء 12 ممكن 12 ميشيل خليك انت صاحب ادنى رهين اللي هو 11 دانتي ستي في عندك 15 و17 حرام محمد ضلك على 11 حرام دانتي ستي 15 نو ضلك 11 11 ايه زياده يلا بنثبت على 11 الحمد لله برافو اوكي دانتي ستي 15 نو نو كلوي يا دانتي كم قطعه حامض فيها تاكل مضل على 15 بدي اقضي عليها يلا 18 18 يلا جوزيف الفيتامين سي اهم شيء عند اللي بيعملوا سبور برافو 25 18 19 حلو طيب هيدا هول كانوا الرهانات بالجولة الثانية، معكم خمس ثواني على التنازل، كل واحد في يزيد مرة وحدة، يعني إذا بدك تزيد فيك تقول 20، ممنوع تزيد مرة ثانية لو حتى زيد جوزيف أم ميشيل أم إلي. من قد مع جمهور الحلو، خمسة، أربعة، مين بيزيد؟ جوزيف؟ منثبت الرهانات بالبداية بتكون مع أصحاب أدنى رهان اللي هن ميشيل وريتا، رهان ورا 11 قطعة حامض، ريتا، يلا ريتا، رن، 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 إيش وأنا؟ يلا اسرع يلا ميشيل يلا يلا الجوله الاولى من التحدي الاول مع ميشيل وريتا ورهان على 11 قطعه حامض يعني يا ريتا انت تحت الامر الواقع معك دقيقه بدك تاكلي قد ايه 11 قطعه حامض قد 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 وقدود يلا اها بس في مجال هيك تيحمسني شوي انا وعم باكل وورم اب صغير يغني لي انا وعم باكل ما بدك بدك تغني بغني لك بدقيقه يعني ما بحط السسبنس مثل ما بدك يلا اذا هيك ما في مشكله او ليك بتعرف الشغله خلي اقول لك اوف موال انت انت عم موال على الحامض لا لا ما بدكم اياه في دو وات ايفر يو وان شو بدكم تعملوا معكم دقيقه 3 ما بدكم تزفولها 1 توب كاونتر جو يلا دخلة طيبة قلبك والحنية يلي فيك أنا مش بس بحبك أنا قلبي معلق فيك دخلة طيبة قلبك والحنية يلي فيك أنا مش بس بحبك أنا قلبي معلق فيك أنا والله بجن علي يلي قاتلني بعيني أنا والله بجن علي يلي قاتلني بعيني سحرك أنت انت مدوبني مجاني الكل حواليك قد ايه صاروا؟ تسعة تسعة واحد اثنين ثلاثة أربعة تسعة عشرة ايه شو؟ لا مش عاجبيني حمضة كريك بدك تاكلي بعد ثلاثة بس كدشيهم كدش كدش لا لا اتفقنا 11 لا ايه هيك 100% كدشيها كدشيها كلها ايه بعطي وحدة بعطي وحدة بعطي وحدة بعد بدي اثنين معك خمس ثواني يلا اسرع يلا ما عم تاكلهم عم تاكلهم انت ليه؟ حمضتي ربحت اهم شيء ريتا 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 خلص حمضتي بدها تعصر عصر قد ما قويه حمضتي ولا لا قد ما حمضت يلا الى مكانك هلا معك الالف نقطه اما الجوله الثانيه بتكون مع الي ورفقه يلا الي يلا رفقه يلا give me your hand يلا تفضلي حلو افترى عليها ب 12 قطعه حامض وعم يعمل لها انه مساج وحركات لا مرضي في شاركني لا بشاركك بتدعم بشجعك بس اوكي كيف رضاك عليها هلا يلا نقبرني ايه الله يخلي لك يا رب ويطول بعمرك 3 2 1 توب كاونتر جو يلا رفقه ايه وحدك دشيها كدش كدش ايه سيب حالك كل جمعه على اكل ايه
يلا في 1000 نقطة، ثلاثة هيك هات بدك تشيل أكثر. أربعة برافو هيك. يلا لفة برافو. خمسة برافو. يلا يلا ستة بعد في قدهم ولك يسلم لي تمك هي. لا هيدا للأكل. هلا صاروا ستة. يلا 39. يلا سبعة. يلا أسرع أسرع. بعد بعد نص الوقت. عمالك عمالك بكير بعد بكير بعد. بعد بدك ثلاثة وحدة. لا بكير بكير عروي عروي عروي. إيه؟ ايه يلا يلا حرام عم والله والله بعد وحده يلا اكلت الجلده ما حبيبتي يلا بعد وحده بعد وحده بعد وحده يلا يا حبيبتي بعد وحده كرمالي كرمالي ابن اختك يلا يلا بعد وحده بعد وحده كمان يلا يلا ايه يلا يلا ايه مبروك رب العالمين هلا معنا 1000 نقطة اما الجولة الثالثة رح بتكون مع كلوي ودانتي وريهانو على 18 قطعة حامض تفضلوا الى مايكلكم يلا دانتي يلا كلوي يلا 18 I'm gonna kill you, Dante. Can you help me? شو هيك لو 18 انا ايه وحده رفقه عملت تقريبا اكثر من 18 على فكره شو صار معك ليش 18 ما بفهم شوفي كم ضربه ضربتي شفت التحدي قوي ايه فبكون قد التحدي اها برافو يلا اختك الكبيره كم مره هيك عيط عليك او بس... اه فشل انا الكبيره بس فش خلق حمض لها هلا فش خلق كان لازم اطلب عشان لا 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 بعد بعد اوكي 18 18 يلا اوكي ريدي نو نو 3 2 1 توب كاونتر جو كدس كدس جو 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 ايه كدسه يلا عم بتغنجيهم عم بتغنجيهم كاتشي كاتشي لا 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 هولي اثنين بس بدك تشيها كدش ايه ثلاثة صح 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 كدش لا لا بعدنا ثلاثة لا هيدي الرابعة برافو هلا الرابعة هيك بدي اياهم ايه خمسة برافو هيك يلا ستة لا هيدي مش محسوبة خمسة بعدنا لا حرام هيك كثير كدش على الآخر ايه أكثر أكثر ايه سبعة أسرع كلوي ثمانية برافو بعد في عشرة كدشي يلا يلا 11 برافو فاستر فاستر ما عم تكتشي عم تعصريهم برا لا 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 ايه لا برافو لا البنت جو 10 بعد ثمانية بعد معك 13 ثانية فاستر يلا 11 جو 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 12 يلا 13 بعد خمسة 14 2 15 دانتي وكلوي ما كانوا قد الرهان للاسف بعد الألف نقطة مع إلي ورفقة، أما أصحاب أعلى رهان والجولة الرابعة بتكون مع جوزيف ونيسا ورهانو على 19 قطعة حامض يلا. شو؟ يلا يلا جوزيف. ما شي 19 أصلاً بعد بالجد. جوزيف جوزيف يلا يلا نيسا ما في مزح على 18 و 19 لما رفقه قدرت تعمل 17 وكان رهانة 12 قطعه حامض اكلتهم على الاخر فما في مزح لحتى نكون عادين مع الكل شو ما في ما بيطلعوا من هلا كلهم ست حبات يا حني وحده اثنين يلا بدي منك 19 حبه بدي بيض اثنين 3 2 1 توب كاونت جو واحد اوكي ثاني كدش 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 لا 2 هيدي بس اوكي لا 3 لا بعد بعد 3 بدك تكتشيها كدش لا هيدي هيدي حامضة بعدها بدك تكتشيها بعد تمي لا يلا 6 صار وبعد في كم واحد نو 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 هولي مليانين حرام ثلاثة بعد بدك تكتشيها كدش عدي عدي خالك عم يحضرك ها وبحب البرنامج جارسينا كلهم كدشيها أربعة بلا شو أربعة بلا ها عم بكتش ولا أنا قلت لك كم كدشة فيك تعملي كم حامضة بدك تاكلي خليها عم تحضر لك كدشي كدشي عم بكدش عم تعصري حبيبتي لك مش مفروض تعمل ليمونادا مش ليمونادا اوكي ايه هيدي كفي كفي او ماي جاد ايه يا حبيبي ايه عرب اهلي كدشي في واحد يلا اوكي خلصوا خلصوا بعد في كم حب يلا مش ظابطه معك يا نيسا نيسا وجوزيف ما كانوا قد الرهان ولكن اول 1000 نقطة بتكون من نصيب رفقة وإلي مبروك لكم 1000 نقطة خليكم بعد البريك تحدي جديد خليكم معنا برافو